هو المشكلة من زمان خرافية الشارع هذا بهفت كل مرة، بهفت شوي كل مرة، بهفت شوي. خطر، وضع خطر هون جدا يعني. بعرفش هون المنطقة هون بالمرة ما حداش سائل عنها، لا بضيات شوارع ولا وحشاك زبالة، يمكن بعرفش إذا أخذت منها صور وشفت المنظر. الشارع هذا فيه خطر لكل الناس، لكل البلد، كل واحد بمرق من هون غريب أو قريب يعني. طلع كيف قاعد بالتافه، وضع كثير خطر. لا اي ولد وقع، اي سياره وقعت شو بتطالبه؟ بنطالب بتظبيطه هذا الشغل، هذا الشارع. وجهت للمجلس؟ انا كيف بعرف طبعا، توجهوا الجيران هون، قالوا لي كثير عده مرات توجهوا، مش مره ومرتين. فيش حدا مساعدهم بالمره. هاي الماسورة أبسط فيها وايد. لا 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 لا